وبولاية معسكر وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 59 لتأسيس الشرطة الجزائرية، أشرف والي الولاية رفقة المفتش الجهوية لشرطة الغرب على تدشين مقر أمن حضري بدائرة وادي الأبطال، وكذا مقر أمن حضري عاشر بمدينة معسكر، وكذا مرقد شرطة بمقر كتيبة التدخل السريعة. كما زار المفتش الجهوي رفقة السلطات المحلية مشروع 186 سكن شبه ترقوي مخصص لفائدة قوات الشرطة، وأيضا توزيع 120 مقررات استفادة لفائدة أعوان الشرطة من صيغة سكنات شبه ترقوي. التغطية كانت لغني غانمي. ارتفع العدد ليصبح 10 من حواضر على مستوى مقر الولاية، ومازال هناك مشروعين من حواضر آخرين يعني في طور الإنجاز. هذا ما منعناش أننا نهتم بالجانب الاجتماعي تاع المطفين قصد تحسين يعني ظروف الإقامة على مستوى هذه الولاية، ودشنا يعني إقامة جديدة تسع ل 60 سرير بالنسبة للشرطة على مستوى المرفق الموجود في وسط المدينة. أشرف السيد والي ولاية معسكر رفقة السيد المفتش الجهوي لشرطة الغرب وهران على الاحتفال بهذا العيد الجليل والمتمثل في المراسيم التالية: تدشين مقر الأمن الحضري الأول بمدينة وادي الأبطال، تدشين مقر الأمن الحضري العاشر بمدينة معسكر، كذلك تدشين مرقد للشرطة بمقر كتيبة التدخل السريع التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بأمن ولاية معسكر، كذلك تم زيارة مشروع 186 ساكن شبه ترقوي مخصص لفائدة قوات الشرطة بولاية معسكر. وبهذه المناسبة تسليم المفاتيح لهذا البرنامج المخصص لأفراد الشرطة، نشكر أمن ولاية معسكر على رأسها السيد رئيس أمن الولاية وجميع من ساهم في هذا البرنامج. اليوم سلمونا المفاتيح تاع السكنات شبه ترقوية. نشكر المدير العام للأمن الوطني اللي قام بهذه المبادرة، نشكر تاع الولاية تاع مديرية السكن. 5 سنين كارية الحمد لله يا ربي، نشكر بالدور تاعي المديرية العامة، نشكر الله سبحانه وتعالى اللي فرج علينا ومرها كاع المغبنة إن شاء الله يا ربي.